احنا حكينا في عندنا كتير من الابلكيشن هنحكي عنها، اللي هي الهيدروليك سيركت، اللي زي الميلينج ماشين، الشيبر ماشين، السيرفيس جريندر، كتير من الابلكيشن هذه اتناقشنا حولها. فخلينا نراجع واحدة منهم على الأقل، وبعدها بنشوف الهيدروليك سيركت كيف بالضبط بتتم عملية الأوبريشن فيها. لقيت الفيجر الموجود عندنا هنا هو فيجر لميلينج ماشين. الميلينج ماشين هذه وظيفتها انه هي تعمل على انه احنا ناكل من القطعه هذه اللي نعتبر تعمل جروف على الورك بيس هذه. وهان عندي ماكينه الميلينج، في عندي الماشين تيبل تبعها، وفي عندي هنا عندي اللي هو الهيدروليك سلندر، وعندي ليميت سويتش 1 وليميت سويتش 2. ليميت سويتش هذا يعني ان اجى وصار في تلامس بينه وبين الماشين تيبل، فبيدي اشاره انه انا وصلت اقصى شوط موجود عندي في الماشين، يعني اقصى حركه ممكنه للماشين هاي. بعد هيك اذا مشيت التيبل ماشين بالاتجاه هذا وجدت ضربت في الليمت سويتش هذا، فحيحكي للماكينه او للماشين تيبل ان انا وصلت لاقصى شوط بالاتجاه اللي هو باتجاه اليمين تماما، فانا بالحاله هذه لازم اغير اتجاه الزيت او اتجاه الدوره تبعتي. فهذه ماكينة الميلينج، وهذه فكرة ماكينة الميلينج. بقول لك الماكينة الميلينج ماشين بتتكون من باور يونت اللي شرحناها في أول سلايدات، وسولونويد دايركشنال كنترول فالف، وبستون ستروك بتحرك بالدبل دايركشن دبل اكشن، يعني سلندر بتحرك بالدبل دايركشن. وعندنا طبعا ممكن يكون عندنا ثروتل. الباور يونت تتكون من الفلتر ومن البامب ومن الموتور ومن الريليف فالف، وبعدها بنيجي على الدايركشنال كنترول فالف. في الحاله هذه بيصير عندي انا الزيت بيمشي بالاتجاه هذا، البامب بتعمل سكشن من التانك عن طريق الموتور اللي شغلها، وبعد هيك خط البي بيضلوا ماشي مسلم خط الاي، فبنسمي هذا اللاين بي اي، لاين بي اي. وهان زي ما بنلاحظ انه سولونويد، يعني هو دايركشنال كنترول فالف بيتكون من السولونويد او بيتحرك او الاكشويتد باي سولونويد فالف، يعني الكتريكال كنترول باي الكتريكال. فالبي بيسلم الاي والاي بيسلم لاين اللي هو بورت 1. فالاتجاه تبع الفيدنج تبعي حيكون انه احرك التيبل بالاتجاه هذا، فحتمشي لانه هو وصل اقصى حركه له في الليمت سويتش 1، لانه طالما دعس على الليمت سويتش اذا هو ادى اشاره انه وصل اقصى حركه، فالان حيديني البامب تشتغل بالمود هذا والدايركشنال كنترول فالف بالاتجاه هذا، حيجي عندي يعبي زيت هان بحيث انه يمشي هذا بالاتجاه هيك لحد ما تصل التيبل وتخبط في الليمت سويتش الثاني، هيقول لي انا وصلت لاقصى مسافه ممكنه اتجاه اليمين، هيحول بالحاله هذه طبعا الدايركشنال كنترول فالف. لما بده يحول الدايركشنال كنترول فالف ويصير احنا بنشتغل على الرايت مود اللي هو هذا المود، حيصير عندي خط البي بيسلم خط البي، خط البي بيسلم خط البي، يعني حيسلم اثنين. وبالحاله هذه حيصير انا عندي اضغط هان زيت بحيث انه يمشي هذا بالاتجاه هذا، وخط واحد اللي هو البورت هذا تاع الدبل اكشن سلندر حيسلم اللي هو خط الار او الريزرفوير، حيسلم بالاتجاه هذا، واذا سلم بالاتجاه هذا حيروح على التانك مباشر في الحاله اللي احنا بنحكي فيها. وهذه فكره او مبدا عمل الميلينج ماشين باختصار شديد جدا. وهنا شرح تفصيلي عن طبيعه الكلام اللي احنا حكيناه كله، شو بيصير لما بده يعمل فورورد ستروك في الليمت سويتش. ليمت سويتش 2 از ديزايرد كوزنج سولونويد energized، يعني فعليا بيديني طاقة أو بيديني باور بحيث إنه شغل السولونويد دي إنه يشتغل عشان وصل لليمت سويتش 2. وهكذا تستمر عملية الميلينج ماشين أو الميلينج أوبريشن في عملية مانيفاكشرينج باي ميلينج ماشين. طبعا هنا نفس الفكرة، ميلينج ماشين وهنا الكتر نفس القضية، ما اختلف عندنا حاجة. وهان عندنا الشيبر ماشين. الشيبر ماشين حاجة تقريبا متشابهة جدا مع الميلينج ماشين. لما نيجي نشرح السكيماتيك تبعها بنيجي نحكي عندنا التانك وعندنا فلتر وعندنا بامب وعندنا موتور معمول كوبلن مع البامب. وبالحالة هذه احنا حكينا هذا كله، نرجع تاني باور يونت. باور يونت بتسلم
البرشرايزد اويل، خط البي، خط البي بيسلم خط الاي. في الحاله هذه بسمي هذا البورت الداخلي في الدايركشنال كنترول فالف بي اي، وخط الاي بيسلم بورت 1. فا اي 1 لاين هذا اسمه اللاين اي 1. خط اي 1 هيعمل على حركه انه البستون يمشي بالاتجاه هذا، ولما البستون يمشي بالاتجاه هذا الاويل اللي موجود في الشامبر 2 حتسلم اللي هي الثروت الفالف او الفلو كنترول فالف اللي موجود عندي هان، وحيمشي الفلو بالاتجاه هذا بحيث انه يجي خط البي عشان يسلم التانك. في الحاله هذه البستون حيمشي بالاتجاه هذا، الاويل حيمشي بالاتجاه هذا لحد خط البي، حيسلم خط الار، وبالحاله هذه بيكون الكاتينج تول مشيت على الورك تيبل او الورك بيس اللي بتكون عندي موجوده هان، ونفذت الاوبريشن المطلوبه عندي بالاتجاه هذا. لو كان عندي اتجاه عكسي بحيث انه انا بدي اقلب المود اللي موجود عندي في الدي سي في اللي هان وبدي اشتغل على المود هذا، حيصير عندي البمب تدي خط البي يدي خط البي، يعني الاويل الكمبرسد اويل اللي جاي عندي هان حيصير ماشي بالاتجاه هذا، يعني ماشي بي بي. بعدين نمشي هان حتلاقي انه بيمشي عن طريق التشيك فالف وبيطلع على بورت 2 بي 2 لاين بي 2، بيمشي الاويل بالاتجاه هذا فحيمشي الرود بالاتجاه هذا. الاويل اللي موجود في الشامبر رقم 1 حيصير له اكزيستد باي بورت 1 ويرجع على البورت A، فحيكون عندي اللاين A 1 A ويسلم عندي خط ال التانك. فحيجي اللي من خط A اللي كان في الشامبر رقم 1 حيرجع على التانك مباشر، وفي الحالة هذه حيكون عندي الكاتينج تول نفذت اوبريشن باتجاه انه البستون ماشي بالاتجاه هذا، فالورك بيس نفسها هتكون ماشية بالاتجاه هذا لانه البستون مشبوك فيكست مع الكاتينج تول والتيبل بشكل عام. وهذا الكلام اللي حكيناه كله مشروح هنا بشكل دقيق زي ما حكيناه بالضبط. فحتلاقي انه الكاتينج سبيد كنترول باي اللي هي الفلو كنترول فالف اللي هو موجود عندي هان بتحكم فيه، طبعا زي ما حكينا في بداية المحاضرات الفلو كنترول فالف بنتحكم فيه عن طرق عن ثلاث طرق، الميتر ان والميتر اوت والبليد اوف. لما نيجي نحكي الاند الستروك الرام هيتس بيفوتد ليفر، الليفر اللي هو مقصود فيه اللي هي القطعه هاي انه انا فعليا بحرك بالاتجاه هذا او بحرك بالاتجاه هذا، بحيث انه انا هذا التشيك الدايركشنال كنترول فالف مش سولونويد. احنا حكينا في عندنا اكثر من نوع، في عندنا سولونويد، في عندنا اللي هو بنسميه الكتريكال، وفي عندنا ميكانيكال، هذا المقصود في الميكانيكال، وفي عندنا اللي هو عن طريق الهيدروليك ممكن انا احرك هذا بالاتجاه هذا او بالاتجاه. هذا مختصر الحديث بالنسبة للشيبر ماشين. وبالنسبة للهيدروليك سيركت فور السيرفيس جريندر نفس القضية ونفس الابليكيشن، بنتحرك في أكثر من اتجاه وبتدي أكثر من أوبشن وحكينا بالتفصيل عنها. الآن لما بدنا نحكي الهيدروليك بريس اللي هو بنسميه المكبس، المكبس هذا نفس القضية ونفس الاتجاه، ولكن ابليكيشن محتاجة نفس الاشي باور يونت، بعدين دي سي في مشبوك على ممكن يكون ميكانيكال في الحالة هذه او ممكن يكون سولونويد، انت بتختار حسب الابليكيشن اللي عندك، وبناء عليه بيصير بريس انه ينزل بالاتجاه هذا عشان يعمل عملية اللي هو ضغط او انه نكبس القطعة هذه لأني ابليكيشن احنا محتاجينه. فهذه عملية البريس. الباور ستيرينج حكينا احنا مش مطلوب منا كتير وللاطلاع فقط. بالنسبة لموضوع الالكترو هيدروليك سيستم، الالكترو هيدروليك سيستم من اهم الاشياء فيه هي السولونويد فالف للدي سي في. لما يكون في عندي سولونويد فالف دايركشنال كنترول فالف سولونويد فالف بيكون عندي من اهم الابليكيشن او من اهم البارتس الموجودة في الهيدروليك سيستم. consist of هو بيتكون من السولونويد كويل والتيوب اسمبلي وبتكون من السبول، وهذا السبول هي عبارة عن قطع حساسة جدا بيكون حرصين جدا، واحنا بنتعامل مع الدي سي في السولونويد بحيث انه السبول هذا لازم يكون لانه بيكون مصنوع بدقة عالية جدا.
الاكيورسي فيه بتكون عالية جدا علشان يتحكم في اتجاهات الزيت، ما يصير اي تسريب بين اي مودس من المودس اللي تو حكينا عنها. فعشان هيك لازم تكون في عناية دقيقة جدا في موضوع الصيانة للسبول عند عملية الفك والتركيب. الفولف اللي هو بنحكي عنه الدي سي في اللي هو الكتريكال، شغال عن طريق الالكتريكال، ممكن يؤدي اكثر من دايركشن وممكن يؤدي اكثر من مود. حكينا في عندنا 2 مود 3 مود ومود وحيد اللي هو ان اوف، ممكن نعمل عليه كثير من الابلكيشن اللي موجوده عندنا. الادفانتج تاعت السولونويد انه هو بيكون سريع الاستجابه وبنفس الوقت سيف في السويتشنج، وبيكون عمره طويل جدا، وبتكون كومباتبل مع كثير من الماتيريال، وبيكون عندي لو كنترول باور، ما بحتاج باور كثير عالي علشان اعمل له اتحكم فيه من ناحيه انه اشغل اطفي الى اخره من الكلام. بالنسبه للهيدروليك دامبرز، الهيدروليك دامبرز حكينا برضو زي الباور ستيرنج نطلع عليها بحيث انه احنا ممكن نستفيد منها، وكثير من الابلكيشن احنا ممكن نحكي عنها على الهيدروليك سيركت، ولكن احنا بنحاول نشرح اكبر قدر ممكن من الهيدروليك سيركت. ولكن الهيدروليك سيركت هي عددها لا تعد ولا تحصى، والكثير الكثير الكثير من الابلكيشن، واحنا كمان ان شاء الله هنعمل ابلكيشن في حياتنا كثير، فاحنا فعليا هنحاول نشرح اكبر قدر ممكن، ولكن هناك الكثير الكثير من الابلكيشن اللي احنا ممكن نحكي عنها. هنا عملية تشغيل الباجر أو الجرافة للهيفي ديوتي، فعملية التحكم في الهيدروليك فيها بتكون عملية بسيطة إلى حد ما، ولكن محتاجة ديزاين لهيدروليك سيركت يكون فيها كثير من الكومبوننتس عالية التكلفة. فهذا بالنسبة لموضوع الهيدروليك سيستم، بنكون احنا هيك شرحناه ورجعنا كتير من الاشياء اللي احنا كان ممكن تكون في عنا فيها مشاكل، وان شاء الله بنكمل المحاضرة الجاية بنشرح النيوماتيك سيركت بشكل سيمبل وبسيط في اقرب وقت. يعطيكم العافية.